Investing. The possession covering for the building forex filter is an investment. يعني حاجة أنا عملتها عملت شكل فيها بالواكس وعايز أحولها لماتيريال تانية. الواكس اللي أنا عملته ده أحاول أغطيه من كل الأجزاء بتاعته بماتيريال سوفت. الماتيريال دي تعمل أدابتيشن كويس على الواكس اللي أنا عملته ده، وبعدين يبدأ يحصل لها هاردنينج، وبعد كده بسحب الواكس اللي جوه دوت بأي طريقة. احنا الطريقة بتاعتنا عن طريق الديسكول اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، اسحب الواكس ده بره الماتيريال اللي انا حطيتها ده، فتسيب مكانها سبيس بنفس شكل الواكس بس النيجاتيف بتاعه. السبيس ده اللي احنا بنسميه مود. السبيس بتاع الواكس مكان الواكس ده اللي احنا بنسميه مود. اللي بعد كده بنبدا نلاقي الماتيريال اللي انا عايز اعمل منها الشكل ده، سواء كان بقى اكريليك بلاستيك اي ماتيريال، حتى والميتال اي ماتيريال، مش لازم ميتال بس. طيب انا عندي اوبجكتيفز لعمليه الانفستمنت، يعني هدف او اهداف لعمليه الانفستمنت اللي انا بعملها. اول حاجه خالص ان انا اعمل مولد. المولد ده بيبقى السيرفيس بتاعه كله سموث، يعني ما ينفعش ان انا اعمل مولد ابقى عملت واكس باتر وانتوا بتاخدوا الواكس باتر في اللاب. اخر خطوه خالص ان احنا بنعمل فينشنج وسموثنج للواكس باتر، علشان ده شيء قريب من الريجولاريتي. ما ينفعش ان انا اجيب ماتيريال واحطها على الواكس ده او اغطي الواكس ده ماتيريال تديني سيرفس رايت، فلازم السيرفس بتاع المولد اللي هيتكون ده يبقى سموث. تاني حاجه ما اقدر اطلع الجاز من جوه المولد ده، زي ما شفنا المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على انواع الانفست ماتيريال اللي فيها بروس زياده واللي فيها بروس قليله، وازاي الهواء اللي جوه ده يطلع، لان الواكس اللي موجود جوه ده بعد ما بيطلع ما بيسيبش مكان فراغ، لان انا ما بستعملش فاكيوم عشان اشفط الهواء، بسيب مكان هواء. الهواء ده لو فضل موجود جوه المولد هيمنع المولد في الميتال ان هو يبدا يخش يملى المولد بسهوله، فلازم الماتيريال او الانفست اللي انا هعمله ده يسمح لي بخروج الهواء. فينتنج اوف اير اوف جاز يعني هروب الهواء او هروب الجاز من جوه المولد. تالت حاجه ان انا اعوض الشرينكج اللي هيحصل في الميتال. احنا لسه المره اللي فاتت كنا بنتكلم على ان كل ما بسخن الميتال عشان اعمله ميلتنج بيحصل له اكسبانشن. لو دخل المولد عادي كده وهو اكسباندد وسبناه هيبدا يحصل له سوليديفيكيشن ويحصل له شرينج، يبدا يكش في الاخر يطلع لي منتج او يطلع لي كراون او يطلع لي كاستنج. الكراون او الكاستنج ده بيبقى الدايمنشن بتاعته اقل من الاصل اللي انا عايزها، اقل من الواكس اللي انا عملته. عشان اعوض الموضوع ده بعمل مولد بيسمح للماتيريال تسمح انها تكبر، يحصل لها اكسبانشن هي كمان عشان تعوض الشرينكج اللي هيحصل للميتال. الميتال وهو داخل المول ده جاي مول كبير هيتلاف بالحجم الكبير، بعدين يبدا يحصل له سوليديفيكيشن شرينكج، فلما يحصل له شرينكج يرجع لي بقى لنفس الحجم بتاع الواكس باترن اللي انا عملته. طيب نفس الصوره اللي احنا بنشوفها كل مره، احنا خلصنا الواكس باترن وعملنا سكول، فاضل ان انا اغطي الواكس باترن دي من كل ناحيه بالانفستمنت ماتيريال. الانفستمنت ماتيريال اول ما بعمل لها ميكسنج تبقى سوفت، وانا محتاج ماتيريال سوفت عشان تجري على السيرفس بتاع الميتال وتعمل ادابتيشن على بتاعت الواكس ستوري وتعمل ادابتيشن عليه كله. الماتيريال السوفت دي ما ينفعش ان انا احطها على الواكس كده من غير اي حاجه تعمل لها هولدنج، من حاجه تسندها لغايه ما يحصل لها سيدنج لغايه ما يحصل لها هارد. فبستعمل الانفستمنت رينج، وقلنا على الفروس بالفورمر، قلنا فكرتها المره اللي فاتت وهنقولها تاني دلوقتي. بقوم حاطط الرينج وبعلق مع الفروس بالفورمر واغطي بالرينج، بعد كده اعمل ميكس الماتيريال اللي انا عايز اعمل منها المول، وابدا املا الرينج اللي معموله دي فتغطي الواكس كله. دي خطوة الانفستمنت.
الانفستري مع حاجه اسمها بيرن اوت. مع بعد الانفستري او في البيرن اوت ده هو اللي بيعوض لي الشرينكج اللي هيحصل في الميتال زي ما هنشوف بعد كده. طيب اول جزء من اجزاء الانفستمنت اللي هو الكروسبل فورمر. الكروسبل فورمر ده الشكل بتاعها، هي بتبقى في معظم الاحيان معموله من رابر ماتيريال، بتبقى سيرفي كده وفي في النص جزء بترود منها كده اللي هو بيعمل لي شكل كروسبل الهيد بتاع الكروسبل. الوظيفه بتاعت الكروسبل فورمر اول حاجه ان هو يعمل لي اتاتشمنت للسكو، ثاني حاجه ان هو يسمح بالفلو بتاع الميتال من الهيد بتاع الكروسبل لغايه السكو دايركت من غير ما تاخد وقت اطول، عشان احنا قلنا ان الميتال بيبرد بسرعه فلازم يخش باقصر او يوصل للمولد بتاعه باقصر مسافه. ده الشكل بتاع الاتاتشمنت بتاع السكرو مع الكروسبل فورمر، وده لو انا بعمل بريدج برضو الكروسبل فورمر. اللون ده فرشة اللون بس، انما هي معظمها بتبقى رابر وبتبقى احجام مختلفه او سايز مختلفه على حسب الرينج اللي هتركب عليه. لان انا لو بعمل سنجل كراون او شورت سبان بريدج زي ده مش محتاج رينج كبيره، محتاج رينج صغيره. لو بعمل سنان كتيره كراونز كتيره او بعمل لونج سبان بريدج محتاج رينج اكبر، فالرينج الاكبر بيركب لها كروسبل فورمر اكبر. ده شكل الكروسبل. الكروسبل عباره عن سلسله الجزمه اللي احنا قلنا عليها ديت، وفي من قدام كده بس الجزء ده مش باين في البوز بتاعها، في فتحه هي اللي باينه منها ممكن تطلع لغايه بره. الميتال بيتحط لو ده هو ده الكروسبل اللي هو ده، الميتال بيتحط جوه الكروسبل ويبدا يتعمل له مينتين، وبعد كده باي نوع من انواع الكروسبل فورسز اللي هناخدها بعد كده ببدا ازق الميتال ده يخش جوه الرينج، يخش جوه المولد. علشان الميتال ده يخش دايركت على السكرو وبعدين على المولد لازم الهيد بتاعت الكروسبل تبقى معشقه مع الرينج، تبقى الفتحه اللي موجودة في الكروسبل تبقى قدام السكرو على طول. لو أنا مش عامل الشكل اللي هو الكونيكال ده هيبقى الرينج بعيد عن الكروسبل. فالميتال وهو خارج أولا هياخد وقت أطول عشان يبدأ يوصل للسكرو بعد كده يبدأ للمول. الحاجة التانية إن هو وهو طالع ممكن يخبط في الوولز بتاعة الرينج في البيست ماتيريال وما يلحقش يعدل اتجاهه ويخش جوه السكرو. فانا محتاج ان يبقى في دايركت واي على طول بين الميتال وبين السكرو. فاحسن حاجه ان هما الكروسبل تبقى معشقه مع الرينج، فالفتحه بتاعت الكروسبل تبقى قدام السكرو على طول. هو دي رسمه كوكي، هو انها دي بتبقى كونيكال شيب كده ودي فيها نفس الكونكافيتي فيعشقوا مع بعض فيبقى الفتحه قدام السكرو على طول. طيب ده بالنسبة للكروسبل فورمر. بعد كده الرينج اللي هتعمل هولدنج للانفستمنت. انفست رينج تعمل هولدنج للانفست ماتيريال في مكانها لغاية ما يحصل لها سيلينج. معنى كده ان الرينج دي ممكن تتشال من حوالين الانفستمنت، ممكن. في حاجة اسمها رينجلس انفستمنت. بس خلينا خطوة خطوة. ايه فائدة الرينج؟ أول حاجة انها تعمل هولدنج للانفستمنت ماتيريال، تاني حاجه انها تعمل ريستريكشن للاكسبانشن بتاع الانفستمنت ماتيريال. لما تستعمل ماتيريال اللي بنعملها المول بنسميها انفستمنت ماتيريال. كلمه انفستمنت ماتيريال معناها انها بتستحمل درجات حراره عاليه بيحصل لها اكسبانشن. في كذا نوع من انواع الاكسبانشن. الاكسبانشن بيحصل ساعه السيتنج بتاع الرياكشن بتاع الماتيريال، في اكسبانشن تاني بعد السيتنج بانواع زي الجيبسون كده بنسميها هيدروسكوبك اكسبانشن، وفي نوع ثالث اللي هو الاساسي اللي هو اسمه ثيرمال اكسبانشن. الرينج دي بحطها في الفرن زي ما قلنا مش بس عشان اشيل الواكس، كنا بنرفع درجه الحراره لغايه 900 فيحصل اكسبانشن في الانفست ماتيريال. الاكسبانشن ده دايما بيحصل اوتورد. اوتورد يعني ايه؟ يعني بعيد
عن الواتس، بعيد عن المول، بعيد عن الفراغ، ناحية الوولز. فلو هو مفيش حاجة تحكمه يفضل يحصل له expansion 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 وما بقاش فيه كنترول عليه. إنما لما بيبقى فيه رينج ميتال موجودة بيقعد يحصل له expansion لغاية ما يخبط في الرينج وبعد كده يوقف الإكسبانشن. نرجع نقول هذه السايزز بتاعة الرينجز كلها وأشكال مختلفة. هنا لو أنا عايز أعمل بريدج طويل شوية، هنا دي الرينج الكبير لو أنا عايز أحط يونتس كبيرة، وكل واحدة ليها الكروس والفورمر بتاعها. في سايزز بقى، ده سايز 1 بيعمل سنجل كراون، ده سايز 3، سايز 6 هو 1 3 6 وهكذا. طيب وده الكروس والفورمر، وده السكرو فورمر، وده الواكس باتر. في حاجة زيادة هنا، ده عامل زي شيت معمول من سيلولويد ماتيريال بنسميه رينج لاينر. لو شفتوا الصور، انا عايز اجيب صورة، ماشي خلينا في الصورة دي بقى. دي الرينج اللي انا بستعملها لما اجي املاها بالانفستمنت، ما بملاهاش على طول، لازم ابطنها بالرينج لاينر اللي احنا شفناه ده. ايه الرينج لاينر ده؟ هو حاجة عاملة زي الاسبونج كده شوية، يعني بيبر، البيبر ده هي بتتضغط خلاص، ما هيش ورقة عادية كده، لا البيبر بتتضغط. فلما تتحط جوه الرينج كده وتبطنها وتحط الرينج على الكروس والفورمر واملى الانفستمنت ويبدا يحصل اكسبانشن، الانفست ماتيريال بيحصل لها اوتورد اكسبانشن، تبدا تضغط على ايه؟ على اللاين. اللاينر ده عامل زي المخدة كده الفايبر، الواحد لما بيبدا يحط راسه عليها تبدا تضغط 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 لغايه ما توصل لمرحله معينه وخلاص ما تضغطش تاني. نفس الكلام هنا، الانفست ماتيريال يحصل له اكسبانشن، يضغط على الرينج لاينر ده لغايه ما يضغطوا على الاخر ويقف اكسبانشن. فيبقى فايده الرينج لاينر ده ان هو اكت از ا كاشن، زي مخده، علشان يسمح بالاكسبانشن بتاع الانفست ماتيريال. لو انا مش حاطط الرينج لاينر ده الانفست ماتيريال خبط في الرينج على طول، مش هيحصل اكسبانشن، مش هيعرف يعمل اكسبانشن، مش هعرف اعوض الشرينكج اللي هيحصل في الميتال عن طريق ان انا اكبر المول، مش هيعمل. طيب الرينج لاينر ده يجي في هيئة بكر كده كبيرة، بنطلع منها الطول اللي أنا عايزه على قد الديامتر بتاع الرينج، لأن في رينجز كبيرة وفي رينجز صغيرة، وأقوم مبطن فيها الرينج من جوه. المفروض إن بما إن الرينج لاينر ده بيسمح بالإكسبانشن، معنى كده إن أنا لو حطيت الرينج لاينر ده ولفيته على بعضه، يعني ما خليتش الايدجز بتاعت الرينج لاينر لامسه بعض وحطيتهم وعملوا اوفرلاب على بعض، المنطقه اللي هيبقى فيها اوفرلاب دي الاكسبانشن فيها هيبقى اعلى ولا اقل؟ يا رب بيحصل له ايه؟ بيتضغط. لو مش موجود البيست ماتيريال تبقى لامسه في الرينج، طب لو دبل لاير تضغط اكتر، هيسمح بالاكسبانشن اكتر. فلو انا عامل اوفرلاب للطرفين بتوع الرينج لاين مش مخليهم لامسين مع بعض، الجزء اللي حصل فيه اوفرلاب ده الاكسبانشن فيه هيبقى اكبر، فلاقي المول حصل فيه اكسبانشن من ناحيه اكثر من بقيه المول، فلاقي الكراون اللي طالع لي بعد كده فيه ديفورميشن، يعني في جزء واسع من الكراون، جزء اللي حصل فيه اكسبانشن زياده في المول اتملى بميتال زياده، فبقى الكراون حصل فيه ديفورميشن. عشان كده لازم بعمل ادابتيشن للرينج لاينر ده ويبقى الايدجز لامسه مع بعضيها. طب هنا مش ملاحظين حاجه هنا كده؟ الرينج لاينر ده واصل لغايه الايدج بتاعت الرينج، مش واصل. نفس الكلام في الناحيه الثانيه، يعني هو من فوق ومن تحت بنسيب الجزء ده خلاص. الرينج لاينر اصغر من الطول بتاع الرينج، بسيب من فوق ومن تحت 3 مللي، 3 مللي من فوق 3 مللي من تحت. ليه؟ الرينج لاينر ده لما بيخش
الرينج كلها في الفورم، لو انا موصل الرينج لاينر ده لغايه طرف الرينج من فوق وطرف الرينج من تحت، الرينج لاينر ده بيتحرق في الفورم. بعد ما بسخن وبطلع الواكس وعايز اعمل اكسبانشن بيبدا الرينج لاينر ده يتحرق ويطلع من مكانه بخر. لما بيتبخر يسيب مكانه ايه؟ يسيب مكانه سبيس، مكان اللاينر اللي كان مضغوط وموجود في الحته دي. اللي بيحصل ان لو انا جيت طلعت الرينج دي من الفرن اكيد مش هطلعها بايدي كده وهي سخنه، بطلعها بحاجه اسمها تونج، حاجه شبه المقص كده خلاص، وبمسك بيها الرينج طويل بيها جيب طويله كده وبفتح الفرن وبمسكها من بعيد كده واحطها في الكاستنج ماشين. طب لما اجي اطلعها بقى من الفرن وهي من الناحيتين خلاص، انا شلت الكروس من الفرن من زمان من قبل ما احط الرينج في الفرن، فانا عندي الناحيتين في سبيس بين الرينج وبين الانفست ماتيريال اللي جوه. اول ما اسحبه كده ايه اللي هيحصل؟ اول ما اشيل الرنج كده من الفرن وموقع الانفست من جواه، صح؟ فاهمين الموضوع ولا مش فاهمين؟ مش عارف ليه حاسس انكم لسه ما وصلتوش. انما لو انا سبيس هنا كده ثلاثه يعني بين مثلا ما غطيتش بالرنج لغايه الاخر، بين هنا كده سبت 3 مللي من هنا و3 مللي من تحت، ايه اللي هيحصل وانا بملى الرينج؟ الانفست ماتيريال تبدا تطلع تملى الرينج لغايه ما تيجي عند المنطقه دي تقوم لامسه بالرينج نفسها، فما يحصلش ان يبقى في سبيس بين الرينج وبين الانفست ماتيريال بعد ما بعمل اكسبانشن اللي انا عايزه. قالوا حاجه ثانيه بس يعني انا مش يعني انا نفسي مش متخيل ايه سببها، يعني ان هم قالوا ان لما بتسيب 3 مللي من فوق و3 مللي من تحت تعمل يونيفورم اكسبانشن. انا مش فاهم ازاي بس هم قالوا كده. طيب ده الشك بتاع الرينج من فوق كده، لما ابصها من فوق الاقي الفيتنج سيرفيس بتاع الواكس باتر خلاص، ده الفيتنج سيرفيس اهو من جوه لان الكراون محطوط كده خلاص وماسك فيه السكرو من جوه تحت هنا كده وماسك الكروس والفورمر وحاطط عليها الرينج، والرينج جواها في ايه؟ الرينج لاين خلاص؟ طيب لسه قايلين ان الرينج دي ممكن تتشال، يعني مش لازم ان الفورم احط فيه الرينج بالميتال بتاعها، يعني ما احطش الانفستمنت بالرينج بتاعها. امتى؟ لما بستعمل حاجه او تكنيك اسمه رينج ديستنج، بنجيب رينج بس ما هياش ميتال، يا اما بتبقى بلاستيك بالشكل ده يا اما بتبقى بيبر، بيبر رينج خلاص؟ وبجيب الكروس والفورمر وكل حاجه وبعمل نفس طريقه الانفستمنت وكل حاجه، بس قبل ما بحط الرينج في الفورم بقوم شايل البلاستيك ده واسيب الانفستمنت ماتيريال خلاص، هطلعها سيتنج احطها في الفورم زي ما هي كده وجواها الواكس باتر والسكوب. ايه الحكمه من كده؟ احنا قلنا الفايده من فوائد او فوائد الرينج او الحاجه انها تعمل بولدنج الانفستمنت ماتيريال لغايه ما يحصل لها سيتنج، خلاص حصل لها سيتنج. ليه بنسيبها بعد كده؟ كنا بنسيبها عشان نعمل ريستريكشن للاكسبانشن. طب امتى ابقى مش عايز اعمل ريستريكشن للاكسبانشن؟ لما ابقى بستعمل ميتال الميلتنج رينج بتاعه عالي جدا. احنا قلنا كل ما بتعلى درجه حراره الميتال، يعني كل ما بيبقى فيه ميتال الوي الميلتنج رينج بتاعه عالي كل ما الاكسبانشن طلبه اكتر. فانا محتاج ان انا اعمل ثيرمال اكسبانشن للانفست ماتيريال كتير اكتر من الطبيعي. فالحل ايه؟ الحل ان انا اقوم شايل الرينج دي واسيب الانفستمنت يحصل له اكسبانشن براحته خالص عشان يكبر لي المود خالص، وبعد كده ازق الميتال جواه. ده بيستعمل مع الالويز او الميتال الويز اللي الميلتنج رينج بتاعها عالي. عارفين احنا ليه بنقول الميلتنج رينج فيز ميتال الوي الميلتنج رينج ولا الميلتنج بوينت؟ ايه الفرق؟ يا راجل ما هو ده الوي، ما هو انا عارف ان ده الوي، ما هو انا عارف بالظبط كده.
انا عندي الالوي ده عباره عن كذا متر مع بعض، كل واحد فيه متر بوينت مختلف، فمش كل الالوي بيسيح مره واحده، ده هو ليه بدايه متر ونهايه متر. نفس الكلام بالسوليديفيكيشن، فالمنتنج رينج اللي هو اقل او البوينت بتاع اقل متر فيهم بيبقى يحصل له ملتنج، واخر متر بيحصل له منه، هو ده الرينج بتاعه. خلاص، هو اي الوي ما بنقولوش ملتنج بوينت، بنقول ملتنج رينج. هنا الفرق في الرينج دي عن الرينج العاديه ان هي ما هياش سلندريكال، بتبقى تيبر شويه عشان اعرف اشيلها، لان هي بتبقى محطوطه كده، يعني هي كده مقلوبه، الجزء ده هو اللي بيخش في كروسكول فورم، والناحيه التيبر هي اللي بتبقى فوق، عشان بعد ما املى الانفستمنت واجي اشيلها وهي كون شيل كده تتشال اسهل من على انفست ماتيريال. خلاص؟ طيب. ادي نوع تاني من الرينجلس تكنيك، البلاستيك رينج، وبعد ما حصل سيتنج انفست ماتيريال رحت شايل الرينج وهشيل كمان الكروسكول فورم واحط الرينج زي ما هي كده، البزنس بقى قصدي زي ما هو في الكور، صار بقى اكسبانشن براحته، مش حاجه تعمل له ريستريكشن خالص. طيب ايه البزنس ماتيريال اللي احنا بنستعملها؟ في انواع كتيره جدا من البزنس ماتيريال، انما احنا شغل الكراون بتاعنا تبعا للالويز اللي احنا بنستعملها، هما نوعين اللي احنا بنستعملهم في الفيكسد بوتلونز. خلاص، ممكن يزيد عليهم الكوبالت كروميوم، بس ده بيتعمل بيه حاجات البيتاليوم اكتر. الانفستمنت ماتيريال هستعملها لازم يكون ليها ريكوايرمنتس عشان اقول ان دي تنفع اعمل بيها خالص السترينث. ليه؟ لان الرينج دي او الانفستمنت ماتيريال دي هتتحط في فرن على درجات حراره عاليه، لازم تستحمل، لازم السترينث بتاعتها عاليه. الحاجه الثانيه ان انا وانا بعمل كاستنج قلنا ان احنا بنزق الميتال بفورس جامده، فلو الماتيريال دي ما تستحملش هيحصل فيها كراكس زي ما كنا بنتكلم المره اللي فاتت. ده اول ريكوايرمنت. تاني ريكوايرمنت البوروزيتي، واتكلمنا فيها كتير المره اللي فاتت وقلنا الجبسون بورس اكتر، التكنس بتاعه اقدر ازوده وسبيد اقل، فالتكنس اقل عشان اسمح للهواء ان هو يطلع اسرع. فبرضه ما ينفعش اجيب بقى ماتيريال ما فيهاش بوروزيتي خالص، مش عارف استعمله. الحاجه الثالثه اكسبانشن عشان اعوض الشرينكج بتاع المتر، لازم يكون في انواع اكسبانشن بتحصل فيها عشان تعوضني الشرينكج بتاع المتر. الحاجه اللي بعد كده ان السيرفيس بتاع المولد يبقى سموث، زي ما ده حاجه من الاوبجيكتيفز اصلا بتاعت الانفستمنت، ان انا ما ينفعش اغطي واكس باتر وهو سموث وطلعان عيني وقاعد افنش فيه والمع فيه وانعم فيه، وبعدين الماتيريال اللي هي تبقى الكريستال بتاعتها رف ولا حاجه طلع لي السيرفس كله رف. وده من الايرورز بتاعت الكاستنج اللي هنشوفها بعد كده في محاضرات ثانيه. فلازم السيرفس سموث. الحاجه اللي بعد كده استابيلتي في الهاي تمبريتش، سواء بيرن اوت او ساعه الكاستنج، لان ساعه الكاستنج الماتيريال دي هتبقى معرضه للمتر اللي جاي بدرجه حراره 1300، فممكن ياثر عليه، فلازم يبقى فيه كيميكال استابيلتي في الهاي تمبريتش. easy recovery of the casting، يعني احنا قلنا كلمة casting هنا مش معناها التكنيك ولا الكاست اللي هو العادي اللي فيه الضاي، لا، كلمة casting هنا لوحدها اللي هو الكراون اللي طالع، الريستوريشن اللي انا عملته. easy recovery معناها ان انا بعد ما بصب الرينج ده وادخل جواه الميتال، بقى عندي دلوقتي ميتال وحواليه invest material. لو invest material دهيت بتتشال بصعوبة يبقى ملهاش لازمه استعملها، لان ممكن وانا بشيلها ابوظ الكراون اللي جوه، فلازم استعمل ماتيريال سهل انها تتشال من على الكاستم، ده اللي احنا بنسميه ايزي ريكفري اوف ذا كاستم. يعني ريكفري يعني ايه؟ ان هو يطلع من جوه الرينج. طيب ده مهم جدا، الريكوايرمنتس دي مهمه جدا. نيجي نتكلم على الرئيس، انا مش هخش في ماتيريالز، انا يهمني بس الاساسيات بتاعت الانفستمنت والفوسفيت بوندد، ايه الفرق بينه وبين الجيبسون بوند؟ فرقين المره اللي فاتت اللي هو السترينث والبوروزيتي قلناه. اي انفستمنت ماتيريال
المكونات الأساسية بتاعتها. أول حاجة حاجة اسمها refractory material أو filler. refractory material معناها تستحمل درجات الحرارة العالية ويحصل لها expansion. الريفراكتري ماتيريال بتاع 99% من البريست ماتيريال بيبقى عبارة عن سيليكا. خلاص؟ ايه فايدته؟ اول حاجة او يعني مميزات ان هو بيبقى عنده ريزيستنس للهاي تمبريتشر. تاني حاجة بيحصل له اكسبانشن. خلاص؟ المشكلة بتاعته ان انا ما ينفعش اجيب سيليكا واعمل لها ميكسينج وتنشن. ما بينفعش. بتديني هارد ستراكشر. تمام؟ فما بيبقاش فيه كوهيجن بين البارتكلز بتاعت السيليكا. فمحتاج لها حاجة تعمل بايندنج للبارتكلز دي، تمسك البارتكلز دي مع بعضين، اللي هي ايه؟ اللي هي البايندر. فيبقى المين فانكشن بتاعت الريفراكتري ماتيريال ايه؟ اكسبانشن، ثيرمال اكسبانشن. المين فانكشن بتاعت الريفراكتري ماتيريال هو thermal expansion عشان يعوض لي الشرينج بتاع الميتال. ده المين فانكشن. ممكن يكون ليه بروبرتيز ثانيه بس الاساس انا ليه مستعمل الريفراكت ماتيريال عشان اعمل thermal expansion. تمام؟ ايه المشكله؟ ان انا ما اقدرش استعملها لوحده علشان ما فيش كوهيجن بين البارتكلز. فعشان اعمل كوهيجن اعمل بايندنج للبارتكلز جايه منها الاسم اللي هو البايندر. البايندر ده ايه وظيفته؟ ان هو يعمل binding للrefractory material. ده المين. ايه كمان فوائد تانية؟ ان هو بيدي strength زيادة للبريستل. انما انا مش حاطه عشان يعمل strength. في فرق بين ان احنا نقول ايه المين function او ان احنا نقول ايه functions او قول لي function منه. لا. لما نقول main function معناه ايه الاساس؟ ايه اهم حاجة؟ فاهم حاجة فوق thermal expansion. اهم حاجه في البايندر البايندينج بتاع الريفراكتري. بنشوا كلمات في النص هي اساس الاجابه بتاعت السؤال. الحاجات اللي هي الموديفايرز ده اللي بتدي لون من حاجات اللي هي الزياده. ده الكومبوزيشن الرئيسي بتاع الانفست ماتيريال. احنا عندنا الاساس بتاع الدنتال اصلا هو الجيبسون بوندر وبستعمله لما ابقى عايز اعمل كراونز من اللومين في الجولد الويز. فوسفيت بوند بستعمله مع البيز ميتال عشان دي هاي ميلتنج. سيليكيت بوند والبيز ميتال اللي هي درجه الميلتنج بتاعها او الميلتنج رينج بتاعها اعلى كمان من البيز ميتال زي الكوبر كوم والحاجات التيتانيوم والكلام ده. احنا بنستعمل الجيبسون والفوسفيت اكتر حاجه. طيب ليه قلنا هنا الجيبسون بيستعمل مع الجولد الويز وقلنا هنا الفوسفيت بوند يستعمل مع البيز ميتال وما قلناش ان الجيبسون يستعمل مع اي حاجه والفوسفيت مع اي حاجه؟ لان كل نوع من انواع الانفستمنت بيستحمل درجه حراره معينه يعني لغايه درجه حراره معينه. اكتر من درجه الحراره دي ممكن يحصل مشكله في الانفست ماتيريال زي ما هنشوف دلوقتي. الجيبسون بوند انفستمنت اي انفست ماتيريال بتتسمى على حسب اسم البايندر. الريفراكت ماتيريال ثابته احنا قلنا الريفراكت ماتيريال سيليكا في ده او في ده او في ده او في اي انفست ماتيريال. انما البايندر هو اللي مختلف بعد لما يجوا يسموا الماتيريال هيسموها باسم حاجه مختلفه اللي هي البايندر. فالجيبسون بوندد انفست معناها ان البايندر بتاعها ايه؟ جيبس. طيب بيحصل له اكسبانشن thermal expansion بين 400 و700. خلاص؟ وبعد كده يبدا يحصل له decomposition. معنى كده ان انا ينفع ارفع درجه حرارته عن 700؟ ما ينفعش، يبقى انا ما ينفعش احط الرينج في فرن وعلي عن 700. طيب ايه المشكله بقى هنا كده؟ فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا ان الميتال وهو داخل درجه حراره عاليه قوي لو دخل على الرينج وهي درجه حرارتها واطيه قوي يحصل له فريزنج او شوك ثيرمال شوك ما يكملش. معنى كده ان انا لو جبت رينج متسخنه 700 دخلت عليها ميتال 1300 اللي هو البيز ميتال هينفع؟ مش هينفع. عشان كده الجيبسون بوند ما بيستعملش مع البيز ميتال الجوي. غير كده الثيرمال اكسبانشن اللي بيحصل او الاكسبانشن اللي بيحصل من الجيبسون مش هيعوض الشرينكج اللي بيحصل في البيز ميتال.
يعوض الجول. الجول درجة الملك بتاعته 1100 مثلا ولا حاجة، ف 1100 من 700 400 درجة، عشان قلنا ان الرينج 500 ماكسيموم، فينفع استعمل معاها الجول؟ اكيد لا. خلاص. طيب الكومبوزيشن بتاعه انا مش عايز اعرفه. خلاص الكومبوزيشن بتاعه انا مش عايز اعرفه. الاهم حاجه تبقى معروفه ان البايندر بتاعه جيبسون، اللي هو ايه جيبسون ده، اللي هو اختصار ايه الاسم ايه بتاع جيبسون، ايه 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 ثلاث كلمات كده. خدت الجيبسون في المكان هيمي هيدريد كالسيوم فوسفيت هيمي هيدريد. اللي هو الارقام الكتيره دي انا مش عايزها يعني. خلاص. طيب الجيبسون اقدر العب في الاكسبانشن بتاعه. يعني ايه اقدر العب في الاكسبانشن بتاعه؟ يعني ممكن اعمل كذا نوع من انواع الاكسبانشن مختلفين. لو انا حطيت الرينج لاينر ده بيسمح لي باكسبانشن زي ما قلنا. لو انا عملت سباتوليشن يعني قعدت اعمل ميكس فتره اطول بيكسر الكريستالز بتاعت الجيبسون فيزود عددها فيزود الاكسبانشن بتاعها. مش هخش في تفاصيل الرياكشن لان ده تخصصي في الماتيريالز، قصه ان البارتكل كريستالز تبدا تكبر 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 فتبعد وبعدين الميه تطلع، قصص اللي هي العجيبه. خلاص. فلو انا عملت ميكس زياده هزود الاكسبانشن. لو انا حطيت الماتيريال نفسها وهي جوه الكيس في صعوبه زياده دي الضرب 100% زودت الاكسبانشن. لو انا قللت الووتر وزودت الباودر، المفروض ان في حاجه اسمها ووتر باودر ريشيو، لو انا قللت الووتر وزودت الباودر معناها ان انا زودت عدد الكريستالز برضه، زودت البارتكلز عددها هيزيد برضه الاكسبانشن. لو انا استعملت دراي لاينر، اللاينر الرينج لاينر اللي احنا بنستعمله عامل زي المخده، المخده دي لو احنا حطيناها في الغساله تطلع عامله ازاي؟ تنفع تتضغط؟ ما ينفعش. انا لو بليت الرينج لاينر جوه الرينج هيقلل لي الاكسبانشن بتاع الجبس، السيتنج اكسبانشن بتاعه. خلاص. بس هيزود لي حاجه ثانيه هنقولها ثاني بعد كده. بس الدراي لاينر بيدي سبيس اكتر من الرينج لاينر، يحصل لها كومبريشن اكتر فزود لي الاكسبانشن. انا استعمل لسه زي ما كنا بنقول، انا لو حطيت الرينج لاينر والادجز فوق بعضيها اوفرلاب زود الاكسبانشن. ما بالكم بقى لو انا حطيت تو لايرز جوه الرينج زود لي برضه الاكسبانشن بتاع الماتيريال. طيب فوسفيت مودل انفستمنت من اسمه كده يبقى الفوسفيت هو، او طبعا مش فوسفيت هو ليه اسم تاني حاجه مغنيسيا يعني مش عارف ايه حاجات كده عمري ما بعرف احفظها يعني عشان مش هطلب انك تحفظوها يعني، بس هو الاساس بتاعه فوسفيت. خلاص. هو ده البايندر بتاعه. خلاص. بيستعمل في ايه؟ بيستعمل لو انا اعمل كاستم للبيز ميتال الويز، والالويز اللي هي البنتنج رينج بتاعها عادي. ليه؟ لان الماتيريال دي اقدر احطها في الفرن واوصلها لغايه 950 فهبقى مقرب من الملتنج رينج بتاع الالويز اللي الملتنج رينج بتاعها عادي. طيب اهو البايندر مغنيسيوم اوكسيد ومونو امونيوم فوسفيت، حاجات صعبه قوي. الليكويد احنا في الليكويد بتاع الجيبسون بنحط ميه، معروف الرياكشن بتاع الجيبسون ميه وجيبسون. هنا الليكويد ينفع يبقى ميه لو انا عايز الاكسبانشن يبقى قليل، وينفع ان انا اجيب حاجه اسمها كولويدال سيليكا يبقى ميه عليها سيليكا. السيليكا اللي في الميه مع السيليكا اللي في الانفست ماتيريال تزود الريشيو بتاعت السيليكا فتعمل اكسبانشن زياده بعد كده في الثيرمال اكسبانشن. لو انا عايز اكسبانشن زياده عشان كده اقدر اتحكم في الثيرمال اكسبانشن عن طريق ان انا ازود او اقلل السيليكا. في منهم بيبقى فيه كربون. الفوسفيت بوند انفستمنت لما بنيجي نشتريه هنلاقي يا اما مكتوب عليه كربون فري يا اما ويز كربون.
ولما نفتح الكيس بتاع الانفستمنت عباره عن باودر، هلاقي الباودر اللي فيها او الاكياس اللي فيها كربون الباودر لونه اسود، اللي ما فيهوش بيبقى لونه بيج كده او رمادي. خلاص؟ طيب ايه الفكره بان انا احط كربون؟ الفكره ان انا احط كربون ان انا لو هعمل كاستنج لجولد وهعمل كاستنج لجولد الوي، بعد ما بخلص خالص ان انا اشيل الانفستمنت ماتيريال دي اللي فيها كربون من على الجولد تبقى اسهل. وهو السؤال هنا، هو انا ينفع اعمل كاستنج لجولد مع فوسفيت بوندر ولا ما ينفعش؟ الاكسبانشن يا جماعه هو اللي ما ينفعش اعمل كاستنج لبيز ميتال الوين فيه، انما العكس ينفع. يعني الفوسفيت بوندر ممكن استعمله مع الجولد ومع البيز ميتال. لو استعمله مع الجولد يستحسن ان انا استعمل اللي فيه كربون، لان انا عشان اشيل الانفست ماتيريال لو هو ما فيهوش كربون بضطر استعمل بيرز وستونز حاجات بتاعت المعمل، فممكن اشيل لايرز من الجولد اللي موجود، والجولد ده غالي. انما لما اقدر اشيلها بسهوله من غير ما اشيل جولد في وجود الكربون يبقى احسن. طب السؤال بقى هنا، ليه ما بستعملوش مع البيز ميتال؟ ده ما هو سهل ان هو يتشال ولطيف وحلو وكل حاجه، هو له لطيف جدا وبيتشال بسهوله وكل حاجه، ليه ما بستعملوش بقى؟ ليه عمل المعيد؟ ليه ما عملوش كله فيه كربون؟ حد يعرف؟ لما باجي اعمل كاستنج لبيز ميتال الوي، بيز ميتال الوي اصلا فيه كربون، فيه نسبه كربون. دايما اي الوي هتلاقوا مش عارف كام بيرسنت كذا وكام بيرسنت كذا وكام بيرسنت كذا، ده معرفش طول ولا لسه في الماتيريالز اللي هي الكاستنج الويز. في ارقام بقى كتيره بقى ومش عارف الالمنت ده بيرفع ايه وبيقلل ايه، لان ده الوي معمول علشان هدف معين، فانا محتاج ان انا استعمل الماتيريال الميتال ده جواه عشان يرفع لي مثلا الميلتنج رينج، عشان مثلا يزود لي السترينث، عشان يقلل لي مش عارف، عشان يعمل لي داكتيليتي لو هو جولد مثلا، عشان يعمل لي مش عارف ايه. فالكربون موجود جوه البيز ميتال الوي. خلاص؟ لما باجي استعمل رينج فيها كربون وداخل عليها البيز ميتال الوي، الكربون الموجود في الرينج ده بيخش مع الالوي، فبيرفع درجة الكربون اللي موجودة أو نسبة الكربون اللي موجودة في البيز ميتال الألوي، فبيعمل بريتلنس في الألوي، بيضعف في الألوي. فأجي أعمل كراون وأركبه فوق العيان، يجي بعد شوية يقول لي كراون اتخرم. ليه؟ لأن هو أنا قللت السترينث بتاعته وخليته بريتل. تمام؟ فعشان كده ما ينفعش أستعمل الكربون لو أنا هعمل كاستنج لبيز ميتال الألوي، أستعمل مع الجولد بس. طيب الشرينكج اللي بيحصل في الميتال اكيد لازم يحصل شرينكج، اللي بيحصل في الجولد هو اللي بيحصل في البيز ميتال الالوي. ليه؟ احنا قلنا السبب بالظبط، احنا قلنا كل ما ارفع درجه الحراره كل ما الاكسبانشن يبقى اكتر، كل ما الشرينكج يبقى اكتر، كل ما تبقى درجه الحراره اقل الشرينكج اللي هيحصل اقل نتيجه ان الاكسبانشن اللي حصل اقل. فاحنا عندنا الالوي لو ما يبقى جول الشرينك اللي بيحصل فيه 1.5%، لو هو بيز ميتال الالوي يبقى ضعف تقريبا 2.4%. معنى كده ان انا لازم اخلي بالي ان انا لما اعوض الاكسبانشن الشرينك لازم اعوضه باكسبانشن قده. يعني في هنا ايه؟ هي موجوده في الاخر، خلينا الاول هنا. خلاص؟ ايه انواع التعويض بقى بتاعت الشرينكج دي، او ايه انواع الاكسبانشن اللي انا ممكن اعملها؟ اول حاجه خالص السيتنج اكسبانشن ده بيحصل في كل الانفستمنت. خلاص؟ تاني حاجه اسمها هيدروسكوبيك اكسبانشن، ذات الجيبسون بس، لانه ليه علاقه بالميه او ليه علاقه بالرياكشن بتاع الجيبسون. تالت حاجه الواكس باترن اكسبانشن. ايه اللي يعمل الواكس باترن اكسبانشن؟ يعني انا عملت الواكس باترن وخلاص وعملت له سكرو وحطيته في الرينج، ايه اللي يعمل له اكسبانشن؟ هو هيحصل له اكسبانشن امتى؟ الواكس. هو اي حاجه بيحصل لها اكسبانشن امتى؟ لما سخن. طب ايه اللي هيسخن الواكس؟
بالظبط. السيتنج رياكشن بتاع الانفيرست ماتيريال اكسوثيرم بيطلع شويه هيت فالواكس يبدا يحصل له شويه اكسبانشن. ايه اللي بيخليه يحصل له اكسبانشن؟ ان لسه الانفيرست ماتيريال اللي ادابتد ليه ما حصلهاش هاردنينج، ان لسه الرياكشن شغال فالواكس يزق شويه، بس طبعا نسبه ضعيفه خالص من الاكسبانشن يعني. خلاص. واخر حاجه واهم حاجه ثيرمال اكسبانشن. طيب سيتنج اكسبانشن ده بيحصل نتيجه الكريستال جروث بتاع الجيبسون، ونفس الكلام برضه في الفوسفيت فيه برضه قصه ليه. الهيدروسكوبيك اكسبانشن ده في الجيبسون بس، وده اقدر اعمله بعد ما يبدا السيتنج بتاع الجيبسون. بعد ما يبدا السيتنج بتاع الجيبسون انا عملت الميكس خلاص، مليت الرينج وبدا يحصل اكسبانشن، بدا يحصل سيتنج، او ماسك الرينج دي واقوم حاططها في باول كده فيها ميه درجه حرارتها 37 واسيبه ساعه، فيزود لي الاكسبانشن. يزود الاكسبانشن ازاي؟ برضو اخدت الكلام ده في الماتيريالز، بس بكل بساطه كده السيتنج العالي بيحصل ان الميه اللي جوه بتطلع خلاص. فاللي بيحصل ان كل ما تيجي الميه دي تطلع، الميه اللي جوه الباوت والدخله تاني مكانها، فيحصل اكسبانشن زياده، لان الكريستال بتقعد تكبر لغايه ما تلمس بعضيها خلاص. اول ما تلمس بعضيها وطردت الميه المفروض ان الاكسبانشن يقف، انما لو هي قربت تلمس بعضيها وداخل ميه بينهم يبعدهم عن بعض فيكبروا زياده، يحصل اكسبانشن زياده. قصه كده عويصه جدا في الجيبسون لانه ما بيستعملش كتير يعني، بس يعني دي قصه كبيره يعني. فالهيدروسكوبيك اكسبانشن بيحصل ازاي؟ ان انا اجيب الرينج اللي فيها الانفستمنت دي بعد ما مليتها واقوم حاططها في ووتر باس درجه حراره 38 او 37 فلا 38 خلاص لمده ساعه، وبعد كده اشيل الرينج واحطها في الفرن. وده في الجيبسون بس. تالت حاجه اللي هو الاكسبانشن، وده نتيجة السيتنج رياكشن بتاع الانفستمنت، أو لو أنا حطيت الرينج الجيبسون في ووتر بوز 37 ودرجة الحرارة دي برضه بتعمل شوية اكسبانشن في الواكس. ثيرمال اكسبانشن، وده اللي بيحصل وأنا بعمل البيرن أوت، وأنا بحط الرينج في الفرن وأسيح الواكس وأرفع درجة حرارة الرينج فيعمل يحصل ثيرمال اكسبانشن، هو ده الأساس بتاعي. طيب نيجي تعرفين الطريقة بتاعت ازاي الكاست يتصب؟ الكاست بتاع الامبريشن صبناه. الامبريشن عشان يتصب وما يبقاش فيه اير بابلز لازم الميكس ده ما يكونش جواه هواء. عشان كده بيتعمل الميكسنج بتاع الماتيريال دي فين؟ اندر ايه؟ لا الفايبريشن لوحده مش هيطلع كل الهواء. انما عشان اضمن ان مفيش هواء في الميكس بعمل ميكسنج اندر باكينج، يعني احط الماتيريال في باول بس باول بلاستيك وبغطيها واشفط الهواء من جواها اثناء الميكس، واتاكد ان الميكس مفيهوش اي هواء خالص. تمام. ده الامبريشن لو انا بصب الامبريشن فاينل بعد ما عملت البريباريشن. عندنا تو امبريشنز بيتاخدوا، اللي هو البرايمري امبريشن اللي هو الاولاني الدياجنوستيك خلاص، ده مش شرط قوي ان انا اعمله اندر باكينج، اعمله بايبريشن بس مش محتاج قوي اندر باكينج. انما الامبريشن اللي هيبقى فيه بريباريشن اللي انا هصبه عشان اطلع كاست وداي، من الريكوايرمنتس اصلا بتاعه الداي اللي تطلع لي او الكاست ده انا يكون فري اوف فويدز مش فيها هوا خالص، فلازم الميكسنج هو كمان يبقى اندر باكينج. هنا البيست ماتيريال كل ما يبقى جواها هواء كل ما تبقى اضعف، فعشان نتحكم في الموضوع ده لازم الميكسنج يحصل اندر باك، والانفستنج هو كمان يستحسن يبقى اندر باك. يعني ايه؟ يعني اصب كمان الرينج اندر باك كمان. تمام. فانا عندي ميكسنج وعندي انفست. ميكسنج ده ان انا اعمل ميكس الماتيريال، انفستنج ان انا املى الرينج. الميكسنج لازم يتعمل اندر فاكيوم، لازم. ليه؟ لان انا لو ما عندوش اندر فاكيوم هزود البروسيس اللي جوه عن العادي،
هقلل السترينس بتاعت الماتيريال. الميكسنج اندر فاكيوم مش هيشيل البروسس الطبيعيه بتاعت الماتيريال، تفضل موجوده، انما مش هيزود لي بروسس زياده من فوق. طيب هما عملوا جهاز اسمه ويتمكس، شركه اسمها ويتمكس عملت الفاكيوم ميكسر ده خلاص، وفي امكانيه ان انا اعمل انفستنج كمان اندر فاكيوم. الجهاز ده كان الاول مانيوال، يعني كنت انا اشغله واحسب دقيقه ميكسنج خلاص، بعدين اشغل الفاكيوم ونشغل الهواء اللي جوه، وبعدين اقفل، يعني انا اللي اتحكم فيه كده. بعدين عملوا منه النوع اللي هو الديجيتال، اللي هو بظبطه على الدقيقه، وهو يعمل يشطف الهواء ويعمل كل حاجه لوحده خلاص. الجهازين بيركب فيهم الباول بلاستيك دي، يعني عباره عن باول كده بلاستيك خلاص، بحط جواها الباودر والليكويد وبغطيها بغطاء. الغطاء دوت ماسك فيه ميكسر، حته بليد ميتر كده زي الخلاطات، مش خلاط بيبقى فيه من جوه الاسلحه اللي جواها دي بتقطع، لا هنا دوت معمول بالطول عشان يعمل ميكسر، يعمل بليندنج يعني زي الخلاطات كده خلاص. العمود اللي طالع من بره ده اللي بيخش في الجهاز عشان يخلي الميكسر يلف ويعمل ميكس. الهواء بيتشرب ازاي؟ في الانواع القديمه كان بيبقى الغطاء ده في فتحه كمان، الفتحه دي بيركب فيها خرطوم واصل بالجهاز، هو ده اللي بيشرب الهواء. بعد كده بقوا مخليين العمود نفسه اللي هو اللي بيلف هو كمان فيه فتحه واصله لغايه جوه هنا، وبيركب على الجهاز، فالجهاز بيشرب الهواء على طول من غير خرطوم خلاص. الاثنين واحد، بس يعني ايه تطور بس في الاجهزه يعني. طيب ازاي اعمل الانفستنج؟ شامل الميكسنج والبورينج او الانفستنج بتاع الماتيريال خلاص. اول حاجه خالص قبل ما املى الرينج لازم اغطي الواكس باترن اللي موجود ده بحاجه اسمها واكس ديبابيلايزر، اللي هو ايه؟ اللي هو سيرفيس ويتنج ايجنت، اللي هو ايه كمان؟ اللي هو السيرفاكتنت. ايه فائده الثلاثه اللي هم حاجه واحده دول؟ اي واحد منهم اي اسم منهم، ان ده بيغطي الواكس باترن بلاير، اللاير دي بتخدع الليكويد اللي جاي، بس ما كده بتبقى جايه لك بشكل ليكويد لسه ما نشفتش، فتخدعه وما تحسسوش ان هو بيجري على واكس. الواكس السيرفيس تنشن بتاعه عالي خلاص؟ فأي مية بتيجي لو حطيت نقطة مية على الواكس مش هتفلش، هتقوي. ماشي؟ إيه اللي يخليني بقى أعرف أخليها تفرش عشان تبقى أدابتد على الواكس؟ إن أنا أخدع المية دي وأحسسها إن ده مش واكس. إزاي؟ إن أنا أحط السيرفيس ويتنج إيجنت أو الديبابيلايزر أو السيرفاكتنت ده. خلاص؟ لو ما حطيتوش رحت صلب الإنفست ماتيريال على طول، مش هتبقى ادابتد كويس على الواكس باتر، وهتسيب لي فراغات هواء، الفراغات ديت بعد كده هتعمل لي حاجه اسمها الديونز، يعني يطلع حتت ميتال زياده كده مكان الهواء ده، لانها تبقى جزء من المولد نفسه. بدل ما يبقى واكس باتر من كده يبقى واكس باتر طالع له بقاليل كده. فلما يجي يطلع يسيب مكانه المولد في تجويفات كده مكان البقاليل دي يخش فيها الميتال على طول. طيب بعد ما بحط ديبابيلايزر بسيبه يا اما ينسف يا اما بعمله بهواء كده خفيف، وبعد كده ابدا اعمل ميكسنج للليكويد والباودر. طيب الميكس بتاع الباودر والليكويد واحد في اي تكنيك من الاثنين اللي احنا بنقوله، ان انا بقوم جايب البلاستيك باول دي واحط فيها الليكويد، وبعد كده احط الباودر واجيب سباتولا اعمل ميكس خفيف كده، يعني اخلي الباودر يخش يبقى انكوريت جوه الليكويد شويه خلاص. هقوم جايب الغطا البلاستيك اللي جواه الميكسر ده واقوم مغطيه على البلاستيك باودر واقوم مركبها في الجهاز بالشكل ده. اول ما اركبها في الجهاز وانا مشغله اوتوماتيك يبدا الميكسر ده يلف ويعمل لي ميكسنج الماتيريال، وفي نفس الوقت الهواء بيتشطط من هنا. طيب انا عملت ميكسنج اندر فاكيوم خلاص. طيب ادي هنا كده الميكس. اول تكنيك بنعمل فيه بقى انفستنج
اللي بصوب بيبقى بيه انفستمنت اسمه براش تكنيك. ليه اسمه براش تكنيك؟ لان انا بعد ما بعمل الميكس ده بقوم جاي الكروسكول فورمر هو راكب عليه السكرو والواكس باتر، بقوم جاي براش وابدا اخد حتت من الميكس ده واحطها جوه الفيتنج سيرفيس بتاع الكراون، اخد حته ثانيه وادهن بيها الواكس باتر من بره خلاص الشكل ده كده لغايه ما تتغطى يعني من جوه وبعدين من بره الشكل ده. بعدين اقوم مركب الرينج وابدا اصب بقيه الانفست ماتيريال جوه الرينج. طيب انا كده ضمنت ان الانفست ماتيريال كانت ادابتد كويس على الواكس باتر وشايفها بعيد. ايه المشكله بقى اللي حاصله وانا بصب كده دلوقتي؟ ان انا ممكن ادخل الهواء وانا بصب يخش هواء وسط الميكس اللي حاصل ده، والهواء ده لو طلع اتحرك معايا كده وهي والماتيريال طالعه وفي عند الواكس باتر يعمل لي برده اير بابل. تمام؟ فعملوا تكنيك تاني اللي هو اسمه فاكيوم تكنيك. الفاكيوم هنا مش راجعه للميكس، احنا قلنا الميكس بتاع الاثنين اندر فاكيوم. الفاكيوم هنا راجعه للانفستنج او للكورنج بتاع الماتيريال. ازاي بقى الكلام ده؟ ده جهاز من اللي هم القدام شويه بالخرطوم اهو اللي هو بتاع الهواء، وده الفايبريتور. خلاص اللي بيحصل ان انا بجيب يعني ده بقى الغطاء بتاع البلاستيك باول من قريب، هتلاقوا هنا الميكسر اهو خلاص، وده الغطاء، الغطاء ماسك فيه الميكسر، وادي العمود اللي بيركب في الجهاز، وده من النوع القديم فمفيش هنا فتحه فيه، عاملين فتحه في الجنب اللي هتخش فيها الخرطوم اللي يشفط الهواء. الغطاء ده فيه حاجه زياده، ايه هي؟ دي فتحه البلاستيك باول، يعني الغطاء مفتوح لغايه الاخر خلاص. انا لو حطيت رميت حاجه من هنا هتخش جوه خلاص، ولو كبيت حاجه من هنا هتطلع من الحته دي. الشكل ده شكل ايه؟ رينج، بس رينج اللي هي الصغيره اللي بتعمل كراون واحد. ايه فايدتها؟ ان انا باجي اركب الرينج عليها وهي مقلوبه، يعني الفتحه بتاعت السكرو تبقى من تحت خلاص، وبعمل الميكسنج والانفستنج كله من غير ما اشيل الغطا، فبيحصل اندر فاكيوم. ازاي؟ انا باجي اركب الرينج اهي، الرينج محطوطه بالمشاكل الكروسكول فورمر هنا خلاص، وادي الواكس باترن هيبقى في الجزء ده، والجزء بتاع الغطا اهو، وادي الخرطوم بتاع الفاكيوم. يبقى انا كده قفلت الغطا من كل ناحيه خلاص، الفتحه بتاعت الرينج والفتحه بتاعت الفاكيوم، واقوم قافل الغطا على الرينج فالميكسر هيبقى جوه. بعد ما حطيت طبعا الباودر والليكس وميكس خفيف كده بسباتل، اقوم مركب البلاستيك باول في الجهاز واشغله، يبدا يعمل ميكسنج والخرطوم بتاع الفاكيوم يشفط الهواء. يبقى كده الميكسنج اندر فاكيوم. في الطريقه اللي فاتت اللي هي البراش، بعد ما خلصنا الميكسنج واحنا شايلين الغطا، هنا مش هنشيل الغطا، هنا هنقوم ماسكين البلاستيك باور كلها وابدا اميلها بالعكس. فالانفست الماتيريال اللي هنا يبدا يعدي من الفتحه اللي قدام الرينج ويخش يملى الرينج. فيبقى كده الانفستنج اندر فاكيوم او البورنج اندر فاكيوم. ايه المشكله بقى؟ ايه المشكلة اللي ممكن تقابلني هنا؟ حد شايف الواكس باتر؟ حد يعرف إذا كان السكرو ده ممكن يبتدي ولا لأ؟ مفيش حد عارف. المشكلة إن أنا بصبه كده وأنا حاطط كمان فيه هنا دراع كده زي الفايبريتور. فالفايبريتور ده لو انا مش عامل اتاتشمنت للسكرو كويس مع الكروسكول فورمر او مع الواكس باتر ممكن يحصل له ديفورميشن او ممكن يتفصل. فبعد ما اخلص خالص مش هبقى شايل كده، مش هعرف غير في الاخر خالص بعد ما اعمل فصل لا في ديفكت خالص. فدي المشكله ان هو تكنيك بلايند. يعني ايه بلايند؟ يعني ما بشوفش فيه حاجه. تمام؟ انما مثله ان هو اندر باكيوم، مفيش هوا فيه. طيب انا خلاص مليت الرينج كلها،
الاقيها اتملت على الاخر خلاص اللي من فوق بعد ما اتثبت لو انا قطعتها عملت فيها كده قطع ادي الكروس فورمر اهو وادي السكرو فورمر وادي الواكس باتر وادي الانفستمنت ماتيريال وادي الرينج لاينر اهو وادي الرينج نفسها عشان الانفستمنت ماتيريال يحصل لها كومبليت سيتنج خلاص. وبعد كده اقوم شايل الكروس فورمر دي من تحت فهتسيب مكانها بس تجويف هنا كده كونكافيتي والسكرو فورمر زي ما هو موجود والواكس باتر زي ما هو موجود اقوم واخد الرينج دي حاططها في الفورم عشان اعمل البيرن اوت. غلطة من الغلطات تحصل خلال الخطوة دي كلها تعمل لي مشكلة في الكاستم اللي بنقولها بقى في الآخر بعد كده. في حاجة انفستنج يعني ايه دبل انفستنج؟ دي آخر حاجة يعني. أول حاجة إن أنا أقوم عامل ميكس وأقوم عامل أبلكيشن بقى برضه بالبراش تكنيك على الواكس باتر أملاك وأعمل أبلكيشن عليه بره وأزود كمان شوية كمان أعمل زي كورة كده حوالين الواكس باتر. وبدل ما اقوم صابط بقى بقيه الرينج لا بسيبها شويه فيبدا يحصل اكسبانشن سلسله بيحصل اكسبانشن بس يحصل اكسبانشن زياده لان مفيش باوندرز حواليه. وبعد كده اقوم جايب حاطط الرينج واقوم ماني بقيه الرينج بالبست ماتيريال. دي طريقه علشان ازود برده الاكسبانشن غير الطريقه اللي هي الرينجلس تكنيك. الرينجلس تكنيك انا بزود الثيرمال اكسبانشن انما هنا انا بزود السيتنج اكسبانشن. تمام؟ طيب اللي حصل بعوضه بكل انواع الاكسبانشن دي خلاص؟ طيب هنخلي الدورن اوت المره الجايه.